السلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا الغريبة البيضة اللي هي غريبة الفارينة، احنا نسموها في تونس ولا الغريبة البيضة. شوفوا معايا الاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة وباش تشوفوا زادة كيفاش تحصلت على النتيجة هذه. ابقوا معايا وشوفوا الفيديو. قبل ما نمشوا نحضروا الغريبة، حبيت نتشارك معاكم تصويرة بعثتها لي صديقة الدراسة، اول مرة في حياتها تعمل المقروض، وتبعت الطريقة متاعي وعجبتها قديش سهلة وجدتها نتيجة روعة، وهي كانت فرحانة ماهيش مصدقة روحها اللي هي يعني عملت مقروض، وبعثت لي التصويرة متاع المقروض متاعها، وكان بالحق يعني من منظره روعة، وقالت لي هي راهو بنين بنين زادة ماهوش نورمال، وفرحوا به العائلة الكل. باش نوريكم التصويرة متاع المقروض متاعها ونوجه لها تحية كبيرة. عالسلامة يا وحيدة، ان شاء الله تكوني بخير. الطريقة سهلة برشا وبسيطة وفي ساعة تحضر الغريبة هذه. خديت 200 غرام زبدة ذوبتها ونحيت لها الحليب متاعها، يلزمها يعني ما فيهاش لا ماء ولا حليب، وزدتها مغرفة متاع سمن، السمن متاع الحلويات اللي عملته معاكم هذاك زبدة النوازات، تو زيد نخليه لكم اللي نتاعو. نحطو 200 غرام الزبده نتاعنا راهي ذايبه ومنحيه منها الحليب، ومحضره زاده 100 مللتر زيت زيتونه باش نزيد منها لهنا شويه، وباش نخلي شويه من بعد نشوف الفارينه اذا كان ما شربتش يعني هذه الكل وقعدت ناقصه نجم نزيد منها بشويه، سواء زيت نباتي والا زيت زيتونه، كل واحد شنو يعني يحب. هذا السكر بودر سكر جلاس، زادة عندي انا عندي 200 غرام، مانيش باش ناخذها الكل، باش ناخذ شويه اكاهو قدر هكاك 150 غرام. هذا راني غربلتو هذوما، توا انا باش نخلطهم بالميكسور والا زاد بالمضرب اليدوي يعني واحد يحركهم يركضهم حتى اللي يولي كريمي. انا باش نستعمل الفانيليا هذه، القرن هذايا باش نحي منه، نحله ونحي منه الفانيليا، دونك مانيش باش نضيفها في المرحله هذه، باش نضيفها من بعد كي نكمل يعني نخلط. توا بعد ما كملت السكر والزبده ولا هكاك كيف الكريمه، توا باش نزيد الفانيليا، ناخذ القرن نتاع الفانيليا. انا باش نستعمل قرن كامل خاطر بريسك عندي 600 غرام فارينه، حلو هكا بالسكينه شويه شقوه في اثنين ونخرجوا منه الزريعه اللي فيه. انا باش نستعمله الكل، هذيك هي الفانيليا، الفانيليا حبيبات. توا باش نحطها في الصحفة، انا باش نكمل الكل يعني باش نخرج اللي فيه الكل، نظفه بالقدا ما عادش فيه توا هكا البذور شوية يعني، حتى كان قعد فيها شوية مانيش باش نلوح. هذه انا حقت السكر ديما نستعمل فيها، هي ديجا هكا فيها عواد يعني قديمة، حكة هذية ولازم حكة تسكر يعني بالقدا فيها القومي هذاك، وإلا تسكر يعني تدور. حط فيها هذايا عود الفانيليا ونرجع عليه السكر، وإذا كان الحكة متاعي ناقصة سكر نزيد نعبيها. يعني أنا ديما نستعمل منها مثلا الحلويات للكريمة بودينج نعبيها، وديما السكر متاعي ديما منكه فيه يعني، وبالحق راهي تعمل ريحة قوية يعني بالقدا بالقدا، خاطر هذايا يعني ما كله زيوت، هو ديجا هذايا اللي يرحوه وناخدو منه نحن الفانيليا ذاك السكر فانيليا يعني. وكل مرة كنجو نستعملو نحركو السكر متاعنا على خاطر هو ما فيه الزيوت، السكر هذايا يعني يبس شوية يعني من الرطوبة، اما ما يأثرش راه. وكل مره نحركوه
كي نجو باش نستعملو هكا نحركوه، يعني طريقة اعملوها يعني للي متوفر عنده يعني هدايا الفانيليا، اعملوها الطريقة وتفكروني تتحل بسهولة. هي الشوكي فيه خذيت توا واحدة اخرى، صحفة اخرى، هذه باش نغربل فيها الفارينة ونشا ومغرفة خميرة الحلويات. بما اني نحب نخلط الغريبة في الصحفة هذه التونسية، دونك هذاك علاش ما عملتش فيها هي الزبدة والسكر بالمكسور باش ما تتهلكش. ماذا بينا اذا كان باش نستعملوا المكسور الكتريك نستعملوها ديما في صحفة واحدة معينة، يعني ما نبدلوش من صحفة لصحفة، خاصة صحفة باللار، يعني هذه يعني السوبيير متاع الحلو اللي نخلطوا فيها اي حاجة، اما هي باللار يعني انا ديما نستعمل فيها هذه، توا عندي سنين ربي ديما في الصحفة هذيك بالمكسور، ما نبدلش مثلا بالمكسور في صحفة اخرى، مش على حاجة جيست باش ما تتهلكش الصحفة خاطر تخلي التراس هي المكسور. اوكي يزي من بلا بلا بلا، وتوا نغربل الفارينة. توا هذوما 300 غرام فارينة، وباش نزيد عليهم 300 اخرين، يعني في الجملة عندي 600 غرام. هذه الفارينة كملت غربلتها، توا قبل ما نزيد انشا ونزيد الخميرة باش نحي منها شوية، خاطر انسي جامي تجيني انا يعني ياسر جارية نجم نزيدها. هاكا نحيت منها 100 غرام، هذوما 100 غرام نشا، نجمو نحطو اكثر، انا منحبش نكثر لها نشا باش ما يجيش مطعمها نشا. توا باش نزيد نحط عليهم خميرة الحلويات قدر هكا نص مغرفة، الخميرة جيست باش تعطيها كل هالشاشة راه. وتوا نغربلهم فوق الفارينة هكا. هذوما المواد الجافة نزلت انا باش نضيف حاجة اخرى، كل واحد يعني والنكهة اللي يحبها. انا باش نزيدها لوز مرحي، هذايا لوز بقشورو كعب وريحتو، انا باش نضيف الاضافة هذايا باش نضيف لها اللوز. هذوما 200 غرام، حركهم المكونات هذيا كل مع بعضها قبل ما نحط فيها يعني الزبدة والسكر، ونعملوا هاك الحفرة هذيك في الوسط، صبهم في الوسط. انا عملت هكا، تنجم راهي تزيد، تنجموا يعني تعملوا العكس، تصبوا الفارينة على السوائل هذيا. انا توا باش نبدا نخلط بيدي، بسم الله، توا نبدو نعجنو. في المرحلة هذه عاد نفهموها يعني تستحق فارينة وإلا تستحق دهون، نجم نزيدو الزيت زيتونة، أنا باش نزيد ديما زيت زيتونة، اللي يحب يزيد زيت نباتي يزيد، كل واحد يعني شنو يحب يزيدها. أنا من 100 مليلتر زيت بقالي هكاك حكاية مغرفتين متاع ماكلة، يعني زدت بريسك 100 مليلتر على الزبدة اللي عندي، وباش تحصلت هكا على العجينة هذه. الفارينة ما زدتهاش، ما زدتهاش فارينة، اما اذا كان نشوفوها طرية نجمو نزيدوها. الغريبة بالطبيعة هكا تحب التثبيت هكا، نقسمها في ثلاثة خير. توا نحضروا توا البلاصة اللي باش نخدموا فيها، ونبدو نشكلوا ونعبوا في البلاطوات متاع الفور. انا باش نستعمل المول هذايا، الفورم هذايا اللي وريته لكم المرة اللي فاتت عملت بيه الحلو الاخر، امانة راني خديته اكسترا للغريبة وعجبتني زادة التصويرة متاعه،
خاطر الحلو هذا انا نعرف يشبه برشا للغريبه زاد بالفانيليا، هذاك علاش انا اليوم ضفت يعني الفانيليا، يعني هذيك القرن يعني بتاع الفانيليا. عندي اشكال الغريبه زاد الاخرين نجم نستعملهم بعد الاشكال اللي نحبه بالطبيعه. انا باش نبدا ناخذ العجينه، نحسوا البلاتو هذايا ياسر سهل، يعني تو سامبلومون نحطوا العجينه هكا وننزلوا ونبدوا نمشوا. نحبوا بيدينا نحبوا بحاجه كيف هكا، ننزلوا ونمشوا نفرموها وبعديك ننظفوا الزايد. بيع هذه باش نزيدو نعاودو نشكلوها، نحطوها على جنب هكا هاكم جو فرد حجم. الزايد الكل تنحى هاكم. بالطبيعة نكونو مسخنين الفرن تاعنا على 150 160، كل واحد كيفاش حاسب الفرن تاعو، خاطر الغرابة متحبش النار قوية. انا باش نحط 160 غراد ونخليها هكاك قدر ربع ساعة ماكسيموم، وبالطبيعة قدام عينينا ديما نراقبوها. ناخذ توا الكعبورة الأخرى، أنا باش نشكلها هذه بالفورم، أنا باش نحلها فوق البابيي وباش نجم ديما نلمها. الورق ونحلوها بالحلال. نجمو نحلو هكا طريقة سهلة زادة. توا نتحكمو هكا في السمك اللي حشتنا بيه. توا نسويلها الوجه متاعها هكا، نعملو يعني أرطب. هكا سافا، شوفوا منظرها. نبدا الساعة بشكل هدايا قليب، بسم الله. نسيسوا عليها بالطبيعة، هدايا أول شكل نحط في البلاتو. نزيد قليب اخر، نحاولوا هكا باش نستغلوا المساحة كيما نضيعوش برشا عجينة. كي هي باش تزيد تتلم وتتشكل مرة اخرى، لما باش في اول يعني حلة نحلوها هكا متاع عجينة ناخدو منها برشا كعيبات. هذايا كمل تو، هذه بالطبيعة الغريبة الزمنية اللي كانوا يشكلوها باليدين من غير فورم، أكيد كانت عندهم طريقة كيفاش يشكلوا بها هكا. إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا باش نعمل الباقي الكل هذاك اللي فضل باش نعمله هكا. سكينة خير. والله هكا أسهل فكرة، يعني نعملوه هكا نعبدوه كيما العبود ونعملوله هكا نذبوه هكا شوية ما بين يدينا ثم نعاود واحدة أخرى ونقصوه نعملوله هكا نسوه أسرع. هكا ناخذ كعبورة العجينة نكبروا هكا في الكعبورة ونبدو هكا نصبتوا فيها.
نصبوها هكا بالقدا، وبعد نبدأ ننزلوا عليها لهنا في البلاصه هذه متاع اليدين، ونشكلوها هكا نذبوها هكا شوي، نتحكموا بطبيعه في الفرن شو هكا، ونجو لهنا حشتنا الكبر اللي حشتنا بيه ونقصه هكا اسرع. هذه اول بلاطو حضر، هذا زاد حضر، شفتوا كيفاش شادين بلاصتهم، مسحوش بالكل ما شاء الله، يعني الوصفه ناجحه 100%. وهذوما القبب نتاعنا حضروا، هذيك راهي فضلت هذيك علاش حطيتها يعني معاهم، ما نجمش نمسهم توا على خاطر سخونين. النتيجة باهية، هو مازالوا شوية دافين حتى المسين يعني برشا ما هوش باهي ليهم، خليهم يعني يبردوا كومبليت، انا خرجتهم ما صبرتش يعني نحب نشوفهم يخرجوا من الفورم ولا لا، ذاك علاش خديت كعبات لوز هكا باش نقسمهم هكا في زوز باش نزين بيهم الغريبه، باش نعطيكم هكا دي اكزامبل. عندي زاده شويه بندق، هذاك اللي فضل لي المره الاخرى شويه فستق، زاده كعبات هكا فستق باش نزين بيهم. ومعاهم خديت شويه شحور خاطر باش نلصقها يعني من فوق، مثلا نعطيكم اكزامبل ناخذ هكا شويه شحور هكا بمغرفه صغيره، انا المغرفه دي مغرفه تاع اكسبريسو، نحط هكا نكته جوست هكا نكته، ونحط هكا طرف اللوز هذا مثلا فكرة. حاجة اخرى نحط زادا ديما نفس يعني النكتة متاع العسل، هذا شحورة ما حتى واحد ينجم يحط مثلا عسل طبيعي، ولا نزينهم بالمعجون يعني عادي. ناخذ زاده كعبات بندق هكا نحطهم لهنا، هكا هذه عبارة يعني على لصق الشحور، ناخذ شويه هكا زاد فستق، فستق مرحي هذا يفضل لي من الاخرين، ننزل عليه هكا شويه هذا يرو بعد ما تبرد الغريبه كومبليت، هذا زاد موستر. هذه هي الزينة النهائية، واو حلوين فرحانة بهم مزيانين، البنة ظاهرين بنينين مادام فيهم اللوز وفانيليا، يعني بالمكونات واحد يعرف شنيا باش تجي بنينة ولا لا.
وان شاء الله انتم زادة فرحتوا معايا بالنتيجة. اذا كان عجبكم الفيديو خلوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو باش تشجعوني اكثر. يا ربي عيد مبروك سعيد علينا أجمعين، وربي يديمها علينا نعمة، وكل عام وانتم حيين بخير يا ربي وبسلامة.